اختبار الإكمال أو التكميل. نقصد به اكمل العبارات التالية بهذا الشكل. هذا نوع ثاني واللي هو طبعا غير مفضل، لكن يستخدم هسه حاليا بكثرة من أجل اختبار المفاهيم العلمية. هذا أيضا نوع ثالث من الإكمال، اللي هو راح تكون عندنا معلومات موجودة ومعلومات ثانية راح تكون غير موجودة على الطالب إكمال النقص اللي موجود بيها. أبرز الإيجابيات اللي موجودة بهذا النوع إنه ممكن نقيس عدد من القدرات، يعني أكثر من مستوى تذكر فهم في هذا النوع من الاختبارات. سهلة الوضع والصياغة للمدرس، بالإضافة إلى نفس الميزة اللي تبعت اللي أخذناها بالاختبار اللي قبلها، اللي هي تغطي كمية كبيرة من مفردات المنهج. ممكن كل نقطة نستخدمها تابعة لموضوع معين، فأقدر أني أغطي الموضوع كليته من خلال سؤال واحد. كل واحدة من عندهم راح تكون تابعة الموضوع. فممكن نغطي المنهج بكل سهولة. عند التصحيح تتمتع بالموضوعية. الكلمة كتابها صحيحة راح تكون صحيحة، والكلمة اللي كتابها خطأ راح تكون خطأ. ما بها مجال انه اني اقول لا هذا الطالب هو قصد شيء ثاني او اقرب الى الاجابة الصحيحة، لان الموضوع ما يقبل الخطأ لاجابات موضوعية اما تكون صحيحة او تكون خاطئة، وهذه الطريقة نبتعد عن التحيز. اختبار جميل تقريبا متكامل، لكن به بعض السلبيات، وهي احيانا الطلبة يتشجعون على الحفظ ويركزون فقط على الحقائق العلمية، يعني يقول الأستاذ ما يجيب لي شرح، راح أركز على مثلا التعداد، راح أركز مثلا على تعاليل، راح أحفظ بس اسم التعريف لأن هو راح يجيب لي فراغ. الغش والتخمين، ممكن الغش كلمة واحدة ممكن سهلة الغش تنقل ما بين طالب وطالب ثاني، لكن احنا حتى نحسن من هذا النوع من الاختبارات ويكون متكامل نتبع بعض الخطوات، منها أن العبارة تكتب بطريقة تجعل الجزء الناقص مثيرا للتفكير، بما معناه ما يعتمد على الحفظ، ما يعتمد على التذكر، مثير التفكير. المستوعب المادة اللي واصل مستوى الفهم والاستيعاب هو اللي راح يقدر يجاوب عليها. يجب أن نحاول أن تكون الأجزاء المطلوب تكملتها بالفراغات، يعني تكون متساوية. شلون تكون مثلا متساوية بالطول؟ نلاحظ لأنه قصر الفراغ راح يدل على الإجابة، يعني هذا الفراغ أطول من هذا الفراغ، فأكيد الطالب راح يعرف أنه الإجابة نانا راح تكون قصيرة. فبهذه الطريقة هاي أنه يخمن أنه الإجابة راح تكون قصيرة، فيستبعد بعض الاحتمالات اللي ممكن كان هو خالها كحل. نبتعد على موضوع عن موضوع ثاني، وهو نتجنب أن تكون الفراغ في بداية الجملة. هذا الموضوع معتمد فقط في المصطلحات العلمية أو المفاهيم العلمية، يستخدم لكن هو لا يفضل هذا النوع من الإكمال. نتجنب الحصول على التمويه، طبعا هذا اللي ذكرناه هسه بالفراغات، إنه لا تبدأ الفقرة أيضا بفراغ. تجنب تكرار الفراغات بشكل متسلسل في نفس الوقت، يعني لازم مثلا عندنا هذا الفراغ كان بالأخير، المفروض يكون عندنا فراغ بالوسط أو فراغ بالبداية، مثلا هذا رقم 9. تسلسل الفراغات مو كليته لازم يكون متساوي.
طبعا هاي النماذج أخذناها إحنا من الكتب المدرسية، كلها نماذج واقعية، أسئلة طلبة من المدارس. يجب أن تكون جميع الفقرات على درجة متقاربة من مستوى الصعوبة والوقت المسموح به للإجابة. يعني إحنا هو بكل الأحوال هو سؤال متشعب، سؤال يحتوي على أكثر عدد من النقاط، فما المفروض نخلي فراغ يجاوب عليه بثانيتين بينما فراغ يبقى يفكر به عدة دقائق حتى يحصل على الإجابة. النوع الثالث من الموضوعي واللي يحبه الطلاب هو الاختيار من المتعدد، وهو اختيار البديل المناسب. ممكن تكون بعدة صيغ، يعني ممكن تكون الإجابة اللي يختارها الطالب هي إجابة صحيحة واحدة من بين 4 أو 3 إجابات، أو ممكن تكون الإجابات مثل ما هسه موجود بالمثال هن 4 إجابات صحيحة. وقعت الحرب العالمية الأولى في القرن 20، صح، إجابة صحيحة. في العقد الثاني من القرن 20، يعني بالعشر سنوات الثانية من العقد 20، أكيد صحيح بالعقد الثاني اللي هي سنة 1914 بدأت، ممكن، إذا هاي الإجابة هم صحيحة. أو ممكن نقول في النصف الأول من القرن 20، هاي الإجابة هم صحيحة، أكيد هي قبل بال50 سنة الأولى صارت. الإجابة الأدق هي سنة 1914. فهنا عندنا صيغة ممكن نغيرها وتتغير صيغة الاختيار من المتعدد حتى نقدر نثير بها الطلاب ونجذبهم للاختبار ونثير تفكيرهم. فالإجابات هنا 4 صحيحة، لكن المطلوب من الطالب هو أنه يختار أفضلها. أبرز مزاياها الإيجابية، تعتبر من أفضل الاختبارات الموضوعية، ممكن نحصل من خلالها على التفكير، نحث الطالب على التفكير بأكثر من مستوى، نحث القدرات العقلية اللي عنده أكثر من مستوى قسم، ممكن تعتمد على التذكر، أو ممكن تعتمد على الاستنتاج، ممكن تعتمد على الفهم أو تحليل أو تركيب حسب الصيغة اللي نصيغ بها السؤال. هنا مجال الحذر أو التحذر بها والتخمين يكون ضيق إذا عرف المدرس أو الأستاذ شلون يصيغ السؤال. عملية التصحيح تكون سهلة جدا لأنه الإجابة موضوعية ما تقبل خطأ، يعني أما يختار ألف أو باء أو جيم أو دال، وأيضا نفس مميزات اللي سبقتها تمتاز بالشمولية لأنه تحتوي مفردات عديدة، كل نقطة ممكن تغطي موضوع معين من المادة الدراسية. الطلاب يزود الطلبة من خلالها بعدد من المعلومات. شنو نقصد بها هاي انه نزوده بعدد من المعلومات ضمن البدائل المتنوعة؟ لما احنا سألنا السؤال وخلينا بدائل متنوعة، اكيد البديل لما راح نخليه ما راح يكون اول ما يشوف الطالب يستبعده، لازم بيفات شبه معين بحيث يخلي الطالب يفكر بالموضوع. فاحنا كل بديل راح نطرحه راح نخلي الطالب يفكر بالبديل ويفكر بالمادة، يربطها صح، اذا فاهمها صح راح يجاوب عليها. فنشجع الطالب على القدرة التمييزية بين البدائل. السلبيات، عند وضعها طبعا وإعدادها هنا راح تكون بعض من نقارنها مع بعض الاختبارات راح تكون أصعب وتحتاج إلى جهد أكثر في الإعداد. مقارنة بالصح والخطأ ومقارنة بالإجابات القصيرة اللي هي إجابات الإكمال،
الإجابة عنها تتطلب وقت أطول، لأنه راح نتطرق إلى مستويات تفكير أعلى من الاستظهار، ممكن نستخدم بها مثل ما قلنا الاستنتاج، استنباط، إلى غيرها إلى آخره وغيرها من المستويات. لكن إن شاء الله اللي ما يحبوها الطلاب ويرسم بس إني يشوفوها، اللي هي تشمل حيزا أكبر في عملية إعدادها. يعني من يشوف الطالب يقول الأسئلة طويلة رأساً، بينما هي الإجابات كل عنها كلش قصيرة. يعني هسه مثلاً لو نقارن، إجابات الصح والخطأ هي كلها ما تطلع سطرين إذا رقمنا صحيح، أو يعني نجي مثلاً هسه إحنا اللي هو الاختيار من متعدد. الاختيار من متعدد بهذا الشكل، إجاباتها رأساً الطالب يقدر أولاً ويكتب الإجابة الصحيحة، ثانياً يكتب الإجابة الصحيحة. الإجابات ما راح تأخذ وقت، لكن شكلها بداخل الأسئلة في الورقة الامتحانية راح تأخذ مسافة أكبر. فممكن الطالب أول ما يشوفها يقول الأسئلة مطولة، الأسئلة طويلة، إلى آخره، رغم أنه إذا جينا على السؤال اللي بعده مثلاً قارن بين كريات الدم الحمر والصفيحات الدموية، إجابته راح تكون أكيد أطول، لكن ما أخذت من عندي مسافة في الورقة الامتحانية. يعني العكس هنا بالضبط. مقترحات التحسين حتى نحسن من هذا النوع من الاختبارات، نحاول أنه في حال وجود مفردة تتكرر في البدائل يفترض أن تنقل إلى العنوان الرئيسي. شنو يقصد بيها؟ خلينا نشوف شنو يقصد بيها. يعني مثلا أجعل الاختيار الأول، عندما تحرك وجهك جهة اليمين فإن العضلة المسؤولة عن ذلك هي، ما كان ما نقول العضلة المقربة، المباعدة، المدورة. نمسح كلمة العضلة وأخليها بالسؤال، حتكون فإن العضلة المسؤولة عن ذلك هي العضلة، وبين قوسين المقربة، المباعدة، المدورة. هم راح تأخذ مسافة أصغر، وهمينا تقلل التشتت. مثلا هذا مثال ثاني، تتكون الحصى في الكلية نتيجة ترسب فوسفات المغنيسيوم أم فوسفات الكالسيوم أم فوسفات الصوديوم. فاحنا شو نسوي بهاي الطريقة؟ نكتب كلمة فوسفات في بداية السؤال ونحذفها من الخيارات. بهذا الشكل عدد البدائل يجب أن يعني يفضل أن يكون محصوراً طبعاً بين 3 إلى 4، لا تزيد ولا تقل، لأنه إذا قلت فراح يخمن أما هاي الكلمة أو هاي الكلمة ما بيها مجال. بينما إذا زادت عن 4 فإنه بهالطريقة هاي راح يتشتت أكثر، وممكن إنه حتى إذا يعرف الإجابة راح يبدي يغالط نفسه وتختلف عليه الإجابة، حتى إذا يعرفها راح يجاوب عليها خطأ. طول البدائل يجب أن يكون متساوياً حتى الطالب ما يبدي رأساً يستبعد خيار. يعني مثلاً كبد، بنكرياس، طحال، مثلاً 33، 29، 14، ما أجيب مثلاً أجي، فلنفرض هنا أقول له 66، صار الموضوع كلش أكو فرق بيناتهم، فأكيد راح يعرف أنه مستحيل هاي حتكون صحيحة، راح يستبعدها مباشرةً. أو مثلا هنا إحنا عندنا فوسفات فوسفات، وهنا نجي نبدلها ما تكون فوسفات، برمنجنات. لازم تكون طول الإجابة تكون متساوية ما بين الخيارات أو البدائل. نوع الإجابة اللي هو يفضل أن تكون طريقة الإجابة بصيغة كتابة رقم البديل،
شنو اللي أقصد بها كتابة رقم البديل؟ لاحظ هذا السؤال. بعض الطلاب شي يقول لك، يقول لك أنا خليت، يخلي هنا أنا مثلا يختار، يخلي دويرة يحوطها بدويرة ويرجع يحوط الثانية ويسوي وحدة فاتحة وحدة طاق، ويقول لا أنا هاي ما صحة، لا أنا هاي كاتبها، يبدي غلط الأستاذ. فإحنا حتى هذا الموضوع نتخلص من عنده، يكتب رقم البديل ألف لو باء لو دال لو جيم. أما يكتب مثلا هنا أنا ألف أو باء حسب اختياره، هو العالم استخدم كلمة خلية يختاره، أو شي يسوي يكتب اسم الخيار، يكتب الكلمة الصحيحة. يعني مثلا هنا عندنا هذا السؤال الثاني راح يسوي التباس عند الطالب، العالمان اللذان استندت النظرية الخلوية إلى أعمالهما. إذا لاحظ ماثياس وروبرت هوك، ثيودور وروبرت هوك، روبرت وثيودور شوان، لو ماثياس شلايدن وثيودور شوان. طبعا هي الإجابة هي هنا المفروض السدال، بس ممكن يخلي لك دائرة ويرجع يخلي دائرة مكان ثاني ويقول أني ها مسحتها وهذا أني ماسحة، أني هذا خياري. فيفضل أما يكتب هنا دال أو يكتب اسم العالمين ماثياس شلايدن وثيودور شوان. النوع الأخير اللي راح ناخذ اليوم هو اختيار المزاوجة أو المطابقة، أو اللي نصيح له فترة الابتدائية، التوصيل. أهم مميزاتها أنها تعد بسهولة، مثل هذا النوع أو هذا النوع، إعدادها يكون بكل سهولة. وسرعة الاستجابات بالاختبار، باختبار المطابقة، تبدو ظاهريا مثلا كأنما هنو كليتها محتملة وممكن تكون سهلة إذا كانت المقدمات مالتها متشابهة، يعني بداية الكلمة. لكن لما نجي عليها نشوف أنه مجال الحذر فيها أضيق، يعني ما ممكن أنه يبدي يحذر بها، لأن يعني خيارات هواية عنده. يعني مثلا هنا بهذا المثال كم خيار عنده؟ 7 خيارات. فلما يجي مثلا يريد يشوف المجموعة الأولى، السؤال هنا النسيج الظهاري، نشوف المجموعة الثانية هي عبارة عن وظائفهم. النسيج الظهاري لما يريد يجي يختار الخيار هو قدامه 7 خيارات، فما راح يقدر يحذر أو يخمن بسهولة أو يشمرها عشوائيا حتى يختار الرقم المناسب. فهنا هذا المجال، هذا النوع من عندها عندنا مجال انه يحذر ويخمن يكون ضعيف، اضيق يكون. تمتاز بالموضوعية، بالتصحيح، لانه ما تتقبل غلط. اما يختار هذا الخيار، هذه الكلمة تكون صحيحة، او اي خيار ثاني راح يكون خاطئ، ما نقدر نخلي عليها ونقول هذا ابن صديقي وهذا فلان وهذا فلان وهذا ابني والى اخره، وهذا الطالب أحبه وهذا الطالب أكرهه. لكن سلبياتها أنه ما من الممكن نقدر نتوسع بالأهداف المعرفية اللي نخليها. يعني هسه هذا المثال اللي إحنا أخذناه، الهدف الوحيد اللي إحنا نقدر ناخذه هو الوظيفة، اللي حافظها راح يتذكر، واللي رابطها بطريقة استيعاب وفهم فقط راح يقدر يجاوب عليها. هذه الإجابة لا تتطلب تحليل، لا تتطلب تركيب، ولا ممكن نصعد بها إلى مجال مثلا التطبيق حسب هذا السؤال. إذا هذا السؤال محصور ما بين مستويين فقط، هو التذكر والاستيعاب، بس ممكن نصيغه بطريقة ثانية، أو ما نطلب الوظيفة، نطلب تطبيق حياتي أو أمثلة خارجية راح يعالج لي فقط مستوى واحد وهو مستوى التطبيق. إذن إحراز وتحقيق عديد من الأهداف المعرفية، هذا الموضوع تفتقر لهذا النوع من الأسئلة.
ممكن تكتفي بالتذكر يعني المعلومة تكون جاهزة أمامه. نفس السلبية اللي موجودة في سابقاتها من الموضوعية أنه تحتل في عملية إعدادها حيز كبير في الورقة، ورقة الأسئلة الامتحانية أو البطاقة الامتحانية. فالطالب أول ما يشوفها راح يصيح الأسئلة طويلة ومطولة والإجابات ووقت مكفة ومن هذه الأمور. وسلبيتها الأخرى راح تكون سهولة الغش وتداولها، يعني يا خيار أشر له بإيده وهذا واحد هذا اثنين أو أي طريقة ممكن يغش بها الطالب. هذا نهاية درسنا لليوم، محاضرتنا قسمناها على شكل فيديوهات اثنين على مدة سهولة تحميلها من قبلكم. نقرأ المحاضرة إن شاء الله، في حال ممكن نسوي عليها اختبارات. نلتقيكم إن شاء الله بالمحاضرة القادمة.